كاملين في فيديو جديدة ديال قناتكم شوشو شانيل. كيفتما ميشوشو، نتمنى انكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير. هاد الفيديو ان شاء الله تلقاكم في احسن الاحوال. المهم كتشوفوني جالسة هنايا، راه مورايا البحر غير ما كيبانش لان دابا اللي جيت جالسة، وقلت غنستغل الفرصة نيت نجاوبكم حتى على لي كيستيون ديالكم في لا فيديو الفايته. اول حاجة بغيت نقول لكم الناس القدامين راكم مالين الدار، الناس الجدادين مرحبا بكم في لاشين، شكرا بزاف وشكرا بزاف بزاف على لي كومونتير ديالكم، فرحتوني. كانوا بعض الاسئله في الكومنتير هما اللي غنجاوبكم عليهم اليوم ان شاء الله في هاد لا فيديو. هذا الشيء اللي بغيت نقول لكم. بالنسبه اللي باقي ما شي ابونيت ابوناو، اللي باقي ما شافش الفيديو اللي كنجاوب عليها دابا غنخليها لكم لتحت في باغ دانفو، واللي بغى يشوف حتى الدار ما مفرشاش يعني قبل ما نفرشها راه حتى هي غنخلي لكم لو ليان ديالها لتحت في لا باغ دانفو. الوغ اول كومونتير اللي اختاريت انني نجاوب عليه من خلال هذا الفيديو هذا سي بلوتو ان كيستيون، سؤال اللي هو قالت لي بعدا شكرا بزاف، قالت لي تبارك الله عليك دارك متوله ما شاء الله، ممكن تقولي لي منين خديتي بلاكارد الصبابط؟ المهم خلاص نخلي لكم، راكم كتشوفوا الكومونتير هنايا، دير لينا شي فيديو على كيفيه ترتيب البلاكارات في المطبخ، فيديو ديال البلاكارات في المطبخ ان شاء الله دابا نعمل لكم قريبا. بالنسبه للموبل ديال الصبابط، انا اغلبيه الحاجات كنشريهم من ماركت بلايس فيسبوك. فيسبوك انا غنعمل لكم هنايا ان كابتشر فيديو اللي فيها كيفاش كندخل للماركت بلايس او للسوق ديال فيسبوك. الناس كيكون عندهم الحاجات ديالهم كيبيعوهم، كاينين لي بارتيكولي يعني الناس اللي الديور ديالهم كيبيعوا الحاجات ديالهم، وكاين حتى الناس اللي كيكونوا عندهم المحلات هاد الجندار من قبل ما يصفروا صدعونا هادشي اللي كاين صبروا علينا. كم كاينين الناس اللي كيكونوا عندهم محلات وكيحطوا لي زارتيكل ديالهم فيسبوك في ماركت بلايس، وكاين الناس اللي كيكونوا كيبيعوا مثلا شي طابي يستعملوه مستعمل باقي اون بونيتا، كاين بزاف زعما ديال الحاجات. دونك انا كنشري من فيسبوك، الثمن ديالو شريته ب 900 درهم تقريبا، وهو في الجديد كيعمل 1200. انا شريتهم عند واحد الناس كانوا ماشي بزاف باش شراوه في سلا شي جيب طوموبيل فوالا. ولكن ما ماشي هيدا ما عرفتي كتصور. فوالا بالنسبه للموبل ديال الصوت اللي عجبكم ها هو ليطا ديالو، شريته باقي مزيان. طبعا ميلو ديما حاضر معنا، ميلو هو غير تنعس لي هو غير ينعس باش نحكلو راسو. المهم ها هو ليطا ديال لو مبل باش تشوفوه، كنقرب لكم عن قرب باش تشوفوا الغماج اللي كاين في فيه. فوالا ها كيفاش عامل، واخا شريتو كان زعما جديد فهمتوا، شريتو ماشي جديد يعني ماشي من المحل، من عند الناس شراوه كما قلت لكم، ولكن راه ليطا ديالو باقي مزيان امبيكابل، كذلك من الداخل ما فيه لا خبشه لا والو. ورجاني كادو حطيت لكم هنايا. ايوا المهم رجعت للدار يا اختي، كنا جالسين كنت جالسه تما في وادي كم كنصنط للبحر، الهواء بارد راكم عارفين الصيفيه هذه الحراره، قال واحد جالس كيتصنط لدامو. صدقت جيت للدار علاش، لان جوندارم تما كيبقاو يكلاكسونيو لان تما دايرين داك الجهه، صراحه انا ما عرفتش علاش عاملين ديك الجهه، هو الطريق الشارع كيدي عاملين له واحد الجهه فيها لانتيردي، دونك يبقى في موقف شي واحد كيكلاكسونيو عليه تما ماشي، ثلاثه الطوموبيلات ديال الجوندارم الكاتكاتاس ديال الجوندارم يبقاو يصفروا عليهم. نور قبالتي واقفه مور الكاميرا كتقول لي زعما راه كيصفروا حيت انا كنقول كيكلاكسونيو. المهم لي ستاسيون كيصفروا عليه، المهم بقى داك التصفر زادو كملوها العيال حتى هما ماشيين ماجين لي تروتينات جرا. المهم حقهم هذاك كيلعبوا كلشي، ولكن قلت غيعمل تشويش في الفيديو دونك دخلت للدار. هادشي اللي كاين لا مانور صافي قالت لي مزيان وطلعت. المهم جيت للدار باش نكمل لكم الجواب على الاسئله ديالكم. الوغ سؤال ثاني كيقول فين جاو هاد لي زابارت، واش مازالين للبيع؟ هذا لو بروجي اسمو ريزيدونس شاما، بروموتور اسمو حاجي اسكان، البروجي اسمو ريزيدونس شاما، كاينين في تماره. ملي كتفوتوا المارشي ديال الكرو كتفوتوا بيتي ساكن راه معروفه، من موراها كاينه ريزيدونس النرجس لاصقه عليهم ريزيدونس شامه مقابلين مع البومبا ديال شيل
اللي عاد فتحت واحد المباهنه يقبلتهم بالضبط. المهم بروجي سميتو حاجي اسكان، باردون البروموتور اسمه حاجي اسكان، كاين في بزاف د البلايص. و لا ريزيدونس سميتها ريزيدونس شامو. كاين واحد السؤال اخر اللي حتى هو قريب له، واش مازال هاد الدوبلكس للبيع؟ وشكرا. كما قلت لكم في لا بار دانفو غنخلي لكم لا فيديو، وحتى هنا غنحاول نخلي لكم هنايا عرفتوا باش نسهل عليكم، غنخلي لكم هنايا لا نيميرو دو تليفون، حتى واحد ما يعاود يقول لي فين كاينين كذا، كاينين لي نيميرو دو تليفون، انا ما عندي حتى شي علاقه بهم. فهمتوا انا ماشي عملت، انا نهار صورت ماشي عملت لهم اشهار، ماشي عملت معاهم مثلا شي كولابوراسيون ولا شي حاجه باش نشهرهم باش كذا، يعني انا ما عرفاش المعلومات. انا ملي صورت بارطاجيت معكم، وريتكم واحد الحاجه انا شفتها، انا جو بارطاج في هذه القناه، ماشي كنعمل اشهار ماشي حتى شي حاجه. دونك ملي حتى ملي كنمشي للبلايص، ملي كنعطيكم دي سوجيستيون بلايص اللي تقدروا تمشيو لهم تخرجوا لهم تسافروا لهم، كنعطيكم كنشوف ليكسبيريونس ديالي جو لا بارطاج معاكم، داكشي اللي شفتو الاثمنه اللي كاينين كنوريهم لكم، الحاجات اللي انا عارفاهم كنقولهم لكم. دونك واش باقيين ولا ما باقيين شي؟ والله ما نكذب عليكم ما عنديش اون ايدي على لا ديسپونيبيليتي واش باقيين ولا ما باقيين شي. ارقام التليفون ها هما هنايا، تواصلوا معاهم وهما يقولوا لكم المعلومه بالضبط. انا دائما ملي كتسقسوني حتى في الفيديو الاخر الا لاحظتوا ملي كنتو كتسقسوني دائما كنقول لكم جواب واحد اللي هو عيطوا للمكتب البيع. انا ما عندي حتى شي علاقه بمكتب البيع، انا ساكنه فقط. فوالا هاد لو بوين هذا جاوبت عليه. السؤال اللي تابعو نجاوب على هذا ولا بلاتي؟ هذا نخليه حتى للاخر. واحد السؤال اخر قريب لهذا السؤال هذا هو، واش هذا الدوبلكس هذا اللي كنت صورت ديال الضحى؟ راه جاوبت السيده قلت لا لا دوبلكس ميلو زعزع لي الطبلة، الطبلة اللي محطوط عليها تريبي. المهم قلت للسيدة أن الدوبلكس ماشي ديال الضحى، هذا ديال حجي إسكان، وديال الضحى راه كاينين في الفردوس، في مدينة الفردوس قريب للعين عودة. هادو ديال حجي إسكان في تمارة، ملي كتفوت لمارشي دكرو ما بين تمارة وعين عتيق. هذا ماشي سؤال، هذا بلوتو واحد النصيحة، وجاوني ثلاثة لي كومونتيغ من هاد النوع هذا. نقرا لكم الكومونتير. هذيك المنطقه اللي بين الحمام الفوقي والدروج بني فيها خزانه. ووحده اخرى فاطمه جاوبتها قالت لها بصح اختي نفس الفكره ديالي. وكاينه واحد السيده اخرى اللي كتبت السلام عليكم بصحه الشقه متوله وجميله اللهم بارك. كاضافه انا نخلي لكم خلاص لي كومونتير هنا، كاضافه ممكن تعملي غرفه بسرير كبير للراحه وتخلي جوج سريرين يعني جوج فروشه في غرفه كذلك في غرفه، كذلك المكان اللي جنب الدوش ممكن تعملي بلاكار بالالومنيوم وتجمعي فيه كل شيء. البالكون ممكن كذلك تعملي بلاكار وتجمعي كل شيء، لان عندك مساحات متوفره صغيره ومفرقه في الشقه، استغليها البلاكارات باش كل شيء يكون مجموع وتبان الشقه خاويه. خلاص انا جاوبت، راكم كتشوفوا هنايا الكومونتير جاوبتها و متفقه معكم، افكار ديالكم مزيونه. كنشكركم بزاف 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 على هاد الافكار وعلى لي سوجيستيون ديالكم والنصائح وكل شيء، كنشكركم بزاف. ولكن واحد الحاجه بغيت نوضحها صراحه، ما عرفاش واش نتوما عارفينها ولا لا، هي ان الدار ماشي ديالي. يعني فعلا انا كتبت في العنوان، انا اختي عاد قالت لي راه يمكن كيقولوا لكم مبروك لان كيسحب لهم الدار ديالك. انا جاتني زعما عاديه مبروك، كنقولوا اي واحد زعما مشى لشي مطاع جديد كنقولوا له مبروك العتبه جديده ولا شي حاجه، فهمتوا؟ ولكن اختي قالت لي لان كتبتي في العنوان، كتبتي في العنوان جوله زعما في بيتي، الناس كيسحب لهم واش الدار ديالك، الدار ماشي ديالي. دونك هاد الاصلاحات هادو كاملين وهاد الاقتراحات اللي قلتو مع الاسف ما نقدرش نعمل بهم لان الدار ماشي ديالي. وحتى لو كان نيشو مشى للباب خصو يخرج كيخبش في الصاروخ، قلت لكم وحتى لو كان كانت الدار ديالي انا جو سوي كونتر ديك الاصلاحات الكبارين. يعني عملت الحاجه حاولت نعدل الحاجه اللي غتقدر اللي ما غتجيني شي فليكو او لا في المصاريف ما غتجيني شي غاليه، وثاني حاجه اللي ما غنعملش فيها شي اصلاح كبير اللي غنقلب الدار ديال الناس. دونك انا ما يمكنليش جو بو با مي بيرميتر انني نوض نبني ونهرس ولا بحال دابا انا كانت الدار ديالي كان ممكن انني الدروج ديال الحديد نحيدهم، فهمتوا؟ كان ممكن نعمل لهم زعما الدروج بالطاله صافي، زعما هذا هو زعما التغيير الوحيد اللي كان ممكن انني نعمل كون كانت الدار ديالي. سينو الدار ماشي ديالي، ما عنديش الحق انني نبدل فيها بزاف زعما ديال الحاجات، ديك الشيء علاش ما
ما بدل شيء. دعيوا معايا ان شاء الله، دعيوا معايا ان شاء الله يا سيدي يا ربي، نعمل ديالي وديك الساعه ان شاء الله نبارطاجي معكم التغييرات والاصلاحات وديك الشيء كامل اللي غنعمل. ومن دابا نعلمكم راه ما غنعملش شي اصلاحات كبيره اللي كتحتاج طبله كتبالكم كتحرك ميلو. جا جلس هنايا القط ديالي، جا جلس فوق الطبله وكيزعزع شي شويه. قلت لكم زعما الا كانت ان شاء الله زعما الحاجه ديالي ما كتضلش زعما غنعمل شي حاجه شي اصلاحات اللي كبارين، ولكن اللي كان ان شاء الله غنشاركوا معكم ونطلب راي ديالكم وكل شيء ان شاء الله. واحد سؤال اخر، ماشي سؤال هذا اصلا ما عرفتش صراحه كاع هاد لابارتي هادي اللي غنصور دابا واش غنحطها في الفيديو ولا لا. جيزيت انكور، باقا متردده واش غنجاوب على هاد الكومونتير ولا لا. شنو قالت لي فيه؟ هانتوما كتشوفوا هنا، الله يا اختي الله، هاد القطوط عندك فين ما مشاو طالقين زربهم وميكروباتهم، وحتى البوطاجي في الكوزينه والطابله ديال الاكل فوق منها القطوط اختي بزاف. اول حاجه عملت لها ديسلايك وجاوبتها، مع العلم انني فني كنت كنصور في الفيديو قلت حتى واحد ما يعمل لي شي كومونتير ولا شي تعقيب على القطوط، كيجلسوا فين ما بغاو وما عنديش مشكل. ولكن غنغتنم هذه الفرصه وغنجاوب، الى مثلا غنجاوب بجوج نواحي، ناحيه الدينيه وناحيه العلميه. دونك اول حاجه دينيا كاينه قصه تثبت ان الرسول عليه الصلاه والسلام اللي هو القدوه ديالنا كاملين حنا كمسلمين. الا بغيتي نمشي معاك انا بالجانب الديني نمشي معاك، بغيتي نمشي معاك بالجانب العلمي كنت انت ما كتثقش حتى بالدين وما كتامنش وهذا، نمشي معاك حتى بالجانب العلمي. دينيا الرسول عليه الصلاه والسلام ثبت انه مره من المرات، وغنعمل لكم هنايا الحديث، كان كيغسل، كان كيتوضا في الاناء، يعني ديك السطيله فين كان كيتوضا، كان كيتوضا الوضوء للصلاه. وجات القطيطه وشربت من ديك الاناء، شربت منه الماء واستناها حتى سالت الشريب، علما اننا حنا الاناء اللي كنتوضاو فيه الوضوء للصلاه راه كنتوضاو وكنهزوا الماء وكنشربوه، كنخشيوه فمنا سمع المضمضه، كنعملوا له استنشاق، كنخرجوه يعني كنشلوه به فمنا. يعني كون كانوا هاد القطط خامجين ولا فيهم الميكروبات، الرسول عليه الصلاه والسلام اللي هو اشرف الخلق ما كانش غيستنى حتى تسالي القطه من الشريب ديالها في الماء الاناء اللي كان كيتوضا فيه، او غيكمل الوضوء ديالو عادي، وغيجي واحد من الصحابه اللي كان معاه وغيسقسيه، غيقول له كيفاش زعما غيتسائل كيفاش توضيتي كملتي الوضوء من مورا. انا راه كنعاود لكم قصه هيدا بالدارجه باش تكون ساهله، اللي كيعرف يقرا راه غيقرا لا كابتور ديكرون غنخلي لكم هنايا. قال له كيفاش؟ قال له انها ليست بنجس، انها من الطوافين عليكم في البيوت، انها ليست بنجس. سطر على هذه الجمله، هذه الاولى، هذه من ناحية الدينيه. حنا الا كنا حنا عقلنا كما كنقولوا مقفل كما كيقولوا المصريين، وما باغين زعما ما باغينش زعما نزيدو نفكروا ولا نقلبوا على المعنى ديال حتى شي حاجه ولا المعنى العلمي ولا لا جوستيفيكاسيون ديال حتى شي حاجه، باغين نمشيو غير الدين، داكشي اللي جانا في الدين نامنوا به، غنامنوا بهذا الشيء هذا اللي كاين. وكاين احاديث اخرى اللي كتبت اللي هذا ابو هريره، ابسط مثال، واحد من الصحافه كان سميتو ابو هريره، كانوا ماشي اسمه كيلقبوه ملقب بابي هريره. علاش؟ لانه كان دائما كيتعاطف مع القطوط، كانت عنده واحد القطه كيسميوها ابو هريره، هو تصغير القط، كنقولوا حنا قط باللغه العربيه ولا الهر، والتصغير ديالو هرير يعني قطيوط كما كنقولوا حنا بالدارجه ديالنا. كان صحابي ملقب بابي هريره، وهو من الصحابه المبشرين بالجنه ان شاء الله. حنا نحيدوا الجانب الديني، نمشيو معاك الجانب العلمي. الاستاذه اللي كتبتي هذا الشيء كانوا دي ريبونس على لو كومونتير، كان بزاف زعما كانوا الناس اللي كانوا كيقولوا زعما اللي كانوا ضد الفكره ديالها. انا جاوبت طبعا، الا بغيتوا ترجعوا على الكومونتير باقي تما، وكانوا ناس اخرين اللي حتى هما جاوبوا وكانوا زعما معارضين للفكره ديال هذه السيده اللي قالت القطوط والميكروبات وداك الشيء. علميا ثابت من خلال دراسات عده بان اللسان ديال القط من بين اطهر
القط اصلا اون جينيرال من بين اطهر الحيوانات وانقى الحيوانات على وجه البسيطه على وجه الارض ياك. ثاني حاجه السن ديال القط عملوا دراسات على اللعاب يعني الدفال يعني البزاق ديال اللي كاين في السن ديال القط ولقاو بانه فيه مواد معقمه. واحد الحركه كنشوفوها دائما كيعملوها القطوط هي انهم كيلحسوا مثلا راسهم يدهم شعرهم وديك الشيء وكيلحسوا الذات ديالهم. كتلقى القط في الزنقه عايش وديما نقي. علاش؟ لانه كينظف راسو باللسان ديالو. وعلميا كما قلت لك تثبت انه من بين انظف الحيوانات. دونك هذا كنظن هذا الشيء يكفي. ومره اخرى الى لقيت شي كومونتير بحال هيدا دابا خديت الوقت راه تقريبا 5 دقائق وانا كنهضر جاوبت على هذا الكومونتير. مره اخرى ما غنجاوبش عليه غنكتفي بانني نمسحو حيت من الاول انا قلت حتى واحد ما يعمل لي شي تعقيب على القطوط. تكون مع او ضد الفكره ديالي غتحترم الطلب ديالي لانني طلبت ان حتى واحد ما يهضر لي على القطوط حيت انا عارفه ومقتنعه مليون في المية انهم نقيين وانهم ما عملوا لي حتى شي مشكل. هادي دابا من 2020 ما شاء الله والحمد لله والله يطولهم في العمر وهما معايا والله يعطيهم صحتهم وما يخليهم لي فوالا. هادشي اللي كاين ابونو طوندور نقول لكم بسلام عليكم. نتمنى هاد الفيديو تكون عجبتكم على بروشين فيديو فوالا. هادشي اللي كنت باغا نقول لكم. كنظن ما باقي حتى شي سؤال ياك نعطي نعاود نشوف لا صافي سي بون دونك جاوبتكم على الاسئله كاملين. غنقول لكم السلام عليكم على بروشين فيديو. تهلاو في راسكم مي شوشو باي باي. خصك تخرج ياه كيخرج ها من الجيران ديالي اللي كيتلاقاوه عرفوا راه هو اللي كيبغي يخرج ما كيبغيش يجلس في الدار الحمار. قبيله كنت كنصور وجا عندي خصو يفتح خصو نفتح له الباب. يلا سير نباسله.